قبل ما أبلش الفيديو همين أحب أذكركم إذا ما سويتوا سبسكرايب للقناة اشتركوا، وإذا عجبكم الفيديو سووا لايك واتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. الفيديو القادم راح يكون اختر كارت، كتبوا لي شنو الموضوع اللي تردون أحكي بيه بقراءة اختر كارت، سواء كان رجوع للمنفصلين أو للمرتبطين أو حتى للعزاب. أنا راح أقرأ تعليقاتكم وراح أسوي الفيديو على أساسه. خلونا نبلش الفيديو. الطاقة العامة لبرج الجدي بالفترة الحالية، دا أشوف عندك نوع من عدم الرضا، عدم السعادة. ممكن تكون أنت مار بأزمة، الوضع اللي أنت بيه ما عاجبك، أكو مشاكل هواية، أزمات هواية مريت بيها، عندك عدم رضا، عدم قناعة، عندك نوع من القيود، دا تحس نفسك مقيد. وبالفترة الحالية أنت محتاج إنه تتحرر. احتمال البعض من عندكم قاعد يفكر بسفر أو انتقال لغرض العمل او حتى لغرض الترفيه عن النفس، بس الطاقة العامة اللي عندك دا اشوف انه انت مراضي على الاوضاع اللي انت موجود بيها، سواء كانت اوضاع مادية او اوضاع عاطفية او حتى اوضاعك الاسرية. اموركم دا اشوفها متخربطة، صار لها تقريبا 3 اشهر. طاقة الانسحاب والابتعاد، انت بالفترة الحالية دا تحاول انه يعني تنسحب من المشاكل او تبتعد. انت بالفترة الحالية عرفت شنو اللي تريده وتعرف شنو القرار اللي راح تتخذه، صار عندك نوع من الإدراك، قمت تعرف شنو الشيء المهم بالنسبة إليك والشيء اللي مو مهم، والأشياء اللي ما تخدم طموحاتك دا أشوف قاعد تحاول تتخلص من عندها شوية شوية وتبتعد، خاصة من ناحية علاقتك أنت والشريك. دا أشوف شريكك بالفترة الحالية طاقته العامة هي عنده نوع من التردد، من المخاوف، القلق بخصوص علاقته وياك. طبعا قلت لكم القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، فممكن تكون انت او الشريك دا اشوف عنده نوع بالفترة الحالية من التشويش وعدم وضوح من ناحيتك، ما قاعد يفهم العلاقة اللي بيناتكم وين واصلة. ممكن تكون عندكم مشاكل راح احكي بيها بصورة مفصلة بالوضع العاطفي، هسه دا احكي بس الطاقة العامة اللي غالبة عليك هذا الشهر. على الصعيد العملي دا اشوف برج الجدي، على الصعيد العملي امورك العملية دا اشوفها قاعد تتغير وتتقدم بسرعة بسرعة. عندك امنية بالعمل راح تتحقق، اكو شي صار لك فترة منتظرة او تشتغل عليه، دا اشوفه بهاي الفترة راح يجيب هذا الشي نتائج وراح تفرح بيه. على الصعيد العملي دا اشوف عندك امنية راح تتحقق ونجاح راح تحققه. انت بالفترة الحالية مركز على العمل بصورة كبيرة جدا، وحتى أفكارك بالفترة الحالية دا تحاول إنه تفصل بين العاطفة وبين العقل. أفكارك قاعد تكون عقلانية أكثر مما تكون مبنية على المشاعر أو على الأحاسيس، فدا أشوف عندك تقدم سريع بالعمل أو انتقال، وعندك بعض الهجوم إذا كنت يعني أنت موظف أو حتى إذا كنت أنت شريك بمشروع. فدا أشوف أكو عندك من ناحية العمل أكو شخص دائما يتهجم عليك وحاسدك، دائما عين عليك مراقبك، بس انت دا اشوفك تنتصر عليه. دا اشوف انت طاقتك اقوى من طاقته، هو طاقته النايت بس انت طاقتك الكينج. فيعني امورك المالية والعمل يعني دا اشوف الامور كلش زينة وراح تتحسن اكثر واكثر بالفترة الجاية. لك امنية كنت منتظرها او مشروع راح يخليك مثل اللي تلمع، يعني تنعرف بمشروع راح تسويه، وهذا المشروع راح يسبب لك مو بس نجاح وانما حتى شهرة. ممكن تكون قاعد تفكر، البعض من عندكم طبعا دا يفكر بأمور روحانية بهاي الفترة، دا يحاول يشتغل عليها، موضوع استشفاء، موضوع روحاني، يعني شيء بيه شهرة، بيه تواصل اجتماعي. فدا أشوف عندكم شهرة بهاي الفترة، يعني خاصة بموضوع العمل أكو تقدم كلش ملحوظ راح يصير وياكم. على الصعيد الصحي دا أشوف عندك عناد بخصوص وضع صحي، صار لك فترة انت هاملة وتاركة. ممكن البعض منكم يكون هذا الوضع يخص الاكتاف، الرقبة، دا اشوف اكو اوضاع صحية انت دا تحاول تعاند وما تروح للطبيب، بس انت محتاج استشارة طبية بهاي الفترة، بس الامور يعني تعدي على خير، ماكو شي خوف. على صعيد العائلة دا اشوف اكو اسرار، اكو شوية غموض بالعائلة راح تكشفه، شوية اوضاعك هاي الاسبوعين يعني داخل الاسرة دا اشوف بيها مشاكل، خاصة من ناحية الام، اكو مشاكل بينك وبين طاقة أم هنا طالعة يمي أو حتى أخت كبيرة. دا أشوف أكو مشاكل راح تصير بينك وبينها شوية، بس إنه المشاكل شوية شوية تبلش تنحل. ممكن هاي المشاكل اللي تكون هي نفسها اللي طالعة بطاقة العاطفة، ممكن تكون بخصوص موضوع زواج أو رفض.
سواء من ناحيتك او من ناحية الشريك، ولكن انت بالفترة الحالية دا اشوفك بالبيت عندك شوية معارضات من قبل الوالدة، يعني مشاكل، بس يعني المشاكل اشوفها تنحل شوية وتستعد استقرارك بنهاية هذا الشهر، يعني ماكو شيء يخوف الا تخاف. وطبعا بالفترة الحالية النصيحة مالتك اذا يقول لك انه انت عندك حدث عالي، انت بالفترة الحالية الحجاب اللي بينك وبين الروحانيات صاير رقيق كلش، يعني ثق بحدسك، هاي الفترة روحانياتك عالية، حاول انه لا تشكك بحدسك، اذا مثلا حسيت اكو شي راح يصير ثق بهذا الحدث، لا تقول هذا مجرد احساس ويروح، لان بالفترة الحالية دا اشوف طاقتك الروحانية كلش عالية، التواصل الروحاني عندك همينة عالي، وطبعا همينة احتمال يكون اكو شخص من برج الحوت بهاي الفترة مأثر عليك أو على أوضاعك بالعائلة، ممكن تكون هو الشخص اللي عندك خلاف وياه أساسا، هو الشخص هذا برج الحوت، وممكن أي برج ثاني، يعني لا تهتمون للأبراج، بس الطاقة اللي غالبة موجودة عندي هي طاقة برج الحوت. هسه خلونا ننتقل شوية على الصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي برج الجدي، ممكن جاي يقول برج الحوت، يعني انتو احتمال كبير قاعد تتعاملون ويا شخص من برج الحوت اساسا، طاقته موجودة ظاهرة عندي. دا اشوف صار لكم فترة دا تفكرون بموضوع الزواج، بس هذا الموضوع مال الزواج اكو بيه اطراف معارضة، انتو يعني وصلتوا مرحلة يأس من هذا الوضع، ممكن تكون من طرفكم او من طرف الشريك اكو رفض من العائلة. دا اشوف الاسرة بهاي الفترة كلش قاعدة تأثر بعلاقتكم العاطفية من خلال الرفض مالتها ان طلعت لكم هنا موجودة، وانت دا اشوف عليك هجوم بالفترة الحالية، دا تحاول يعني تدافع عن نفسك من الاتهامات من الناس، تتجنب المشاكل، دا اشوف عليك هجوم من اكثر من جهة، يعني انت هسه هنا بالنص دا تحاول تدافع، اذا دا تشوفون هاي الورقة هنا انت واقف هنا بالنص ما بين اهلك العائلة وما بين الحبيب وانفصالك عنه، فدا اشوف اصلا طاقة الحبيب عندك هي طاقة التخلي، هو الحبيب كان متمسك بيك بس بالفترة الحالية واصل مرحلة من اليأس، دا يحس انه النهاية بيناتكم قربت، فصايرة عنده طاقة انه التخلي. البعض من عندكم ممكن يكون الشريك، او حتى يعني الطاقة ممكن تكون عكسية، ممكن تكون انت قاعد تخير الشريك ما بينك وبين عائلته بهاي الفترة، فهو مضطر يدافع عن نفسه، نفس الوقت انت يعني تعبت من طاقة التمسك بهذا الشخص ومن طاقة المشاكل اللي موجودة عنده، انت اشوف عندك خلافات عائلية تخص موضوع عاطفي بهاي الفترة هي اللي مسيطرة عليك، فانت ما قاعد تفهم نفسك بهاي الفترة، ما قاعد تعرف شو تسوي. لهالسبب طاقتك العامة هي طلعت الايت اوف كابس، طاقة انه انت تريد تنسحب، تريد تبتعد، يعني الامور هواية تعبتك، اكو امور متعبة بحياتك، اكو مشاكل، اكو شغلات قاعدة تصير فجأة وتنقلب حياتك كلها راسا على عقب، واكو ايضا قلت لك اطراف خارجية قاعدة تتدخل بعلاقتك انت والشريك، هذا الشيء مخوفك، عندك مخاوف من موضوع انفصال، تريد تتحرر، نفس الوقت بدك تحاول انه تشغل نفسك بالشغل، تركز على الجانب المادي جانب العملي، بس هذا الشيء همينه ما قاعد يفيدك، انت احتمال منتظر تواصل صار لك فترة، او اذا كان يعني تواصلك مقطوع بالشريك اللي بينك وبينه اساسا هاي المشاكل صايرة، قلت لك اكو رفض من ناحيتك او من ناحية اهله، لان القراءة العاطفية قلت لكم يعني ممكن تكون عكسية، فانتو عكسوها على حالتكم وانتو ادري انا شنو دا احكي، انا اليمني طاقة عامة تشمل طاقتكم اثنينكم، فدا اشوف اذا كنت منتظر تواصل او هنا عندك ورقتين سفر ويا هاي الورقة، اكو عندك سفر بهاي الفترة يا برج الجدي، سفرة سريعة راح تصير، راح يجيك خبر مفاجئ، هنا اساسا اكو خبر مفاجئ، دا اشوف اكو تغيير سريع راح يصير بالاوضاع اللي موجودة، اذا كنت انت والشريك منفصلين صار لكم فترة مقطوع الاخبار، لان دا اشوف شريكك بالفترة الحالية عنده مخاوف فمخلي حاجز بينك وبينه، ممكن الشريك يكون يعني هو شلون اللي قاطع التواصل بالفترة الحالية بسبب مخلي حاجز بينك وبينه بسبب المشاكل اللي موجودة، حتى انت لا تعرف شي عنه، لانه هو اساسا مهاجم يعني عنده مشاكل بعائلته، وانت قاعد تزيد المشاكل عليه من خلال تواصلك وياه، من خلال كلامك عليه جارح الكلام، لان هو هنا ده اشوفه تعب من طاقة المحاربة، طاقة التمسك، طاقة العناد، فبالفترة الحالية يريد ينسحب، يريد يترك كل شي، يريد يعوف الامور تمشي شلون ما تمشي،
ده اشوف اكو تواصل راح يصير بالفترة الجاية بينك وبين الشريك، اذا كان التواصل بينكم مقطوع من شهر الثامن او صار له 8 اسابيع، فدا اشوف اكو تواصل بالفترة الجاية راح يصير، ودا اشوف الامور راح تهدى خلال شهر واحد بينك وبينه من ناحية العاطفة، ودا اشوف انت مصمم، يعني اذا كان الرفض من عائلتك فانت مصمم عليه، دا اشوف اكو تصميم بس اكو مخاوف واكو شوية تأخيرات راح تصير، احباطات، يعني الأمور ما راح تمشي سريع سريع، أكو شوية إحباطات وأكو تأخيرات راح تصير. أنت طاقتك بالفترة الحالية يا برج الجدي تحس أنه أنت مقيد، أنت مسجون بهاي العلاقة، ما قاعد تعرف تطلع من عندها، ما قاعد تعرف شو تسوي. هذا الحكي أيضا يشمل المتزوجين، دا أشوف أنه أكو مشاكل عائلية بهاي الفترة صايرة بيناتكم بالبيت، أو ممكن حتى كانت أكو مشاكل، بس الحلو أنه اذا المشاكل بيناتكم صايره فدا اشوف اكو لمه عائليه، اكو رجعه من بعد انفصال، اذا كانت عندكم امور بالمحكمه مواضيع انفصال، فدا اشوف الحكم يعني راح يصير لصالحكم، اذا كنتوا انتم منتظرين انفصال متاخر هواي فالانفصال موجود للناس اللي منتظرين او عدوا واصلين للمحكمه، اما بالنسبه للناس اللي تاركين بيتهم صار لهم فتره، يعني من الشهر الثامن من الشهر التاسع، فدا اشوف اكو صلح، اكو شخص راح يتدخل وراح يصير صلح بيناتكم، لانه انتوا الاثنين متمسكين بالعلاقه، بس اكو شخص من عندكم كان معاند، دا اشوف عناده راح يبطل. البعض منكم ممكن يكون مار بازمه من الشهر الخامس او صار له 5 اشهر بسبب موضوع انه ممكن يكون منفصل عن الحبيب وده يطلب رجوع من جديد او بدايه جديده للعلاقه، بس الحبيب معاند وما قاعد يسامح، بس دا اشوف بالفتره الجاية كرجوع للمنفصلين اللي دا احكي عليهم، الناس اللي صار لهم 5 اشهر او من شهر الخامس بيناتهم، يعني المشاكل وهاي، دا اشوف اكو عندك نجاح وانتصار، وهذا الشخص راح يرجع من بعد تأخيرات، راح يرجع يحاول يبدأ وياك بداية جديدة. كل التوفيق لكم يا برج الجدي، وان شاء الله الشهر يخلص بصورة حلوة وخير عليكم، والتقيكم ان شاء الله بفيديو عام 2020 التوقعات العامة. كتبوا لي إذا تردوها أول مرة عاطفية بصورة مفصلة، لو تردوها عاطفية وعامة حتى أنا أعرف وأسوي لكم الأبراج على هذا الأساس. تحياتي لكم، مع السلامة.